أرسلت الفنانة شيرين عبد الوهاب تسجيلا صوتيا إلى المحامي الخاص بها نشره على صفحته الشخصية على فيسبوك، وقالت خلاله إن إدارة المستشفى التي تحتجز بها للعلاج جعلوها توقع على أوراق دون أن تعلم ما فيها. وقالت شيرين في كلماتها المسجلة لمحاميها: أرجوك يا أستاذ ياسر، أنا عايزة أخرج من هنا، أنا بقيت كويسة ومضوني على ورقة معرفش إيه هي، بس أنا عايزة أخرج من هنا. وصرح محاميها الخاص بأن تقرير وزارة الصحة الذي تم إصداره مؤخرا يؤكد أنها لا تستوجب العلاج الإلزامي. وأضاف محامي شيرين ياسر قنتوش في تصريحات خاصة أن شيرين لا ترغب في العلاج داخل المستشفى المتواجدة فيها، على الرغم من صدور تقرير من وزارة الصحة بأنها لا تستوجب العلاج الإلزامي داخل هذه المستشفى، وكانت ترغب في مغادرتها واستكمال فترة علاجها في منزلها إلى أن المستشفى رفضت. وأضاف محامي شيرين أنه اتخذ 5 إجراءات ضد المستشفى، وعلى رأسها تقدمه ببلاغ إلى النائب العام ضد هذه المستشفى، وطالب في البلاغ بحضور وكيل من النيابة لسؤال شيرين عن حقيقة رغبتها في ترك المستشفى من عدمه. وتابع محامي شيرين إن المستشفى بتحرص على تواجد شيرين بداخلها بسبب المبلغ المالي الضخم الذي تتحصل عليه من شيرين شهريا، وهو 150,000 جنيه. وأشار إلى إن شيرين بصحة جيدة حتى الآن وترغب في استكمال علاجها بمنزلها، مطالبا بتدخل وزارة الصحة في الأمر لكي يحمي حق شيرين في علاجها كما ترغب وليس كما يرغب صاحب المستشفى التي تعالج شيرين بداخلها حاليا.